النهاردة عيد بكنيسة القديس يوسف، بقالنا كم سنة ما فيش احتفال هنا. النهاردة في دعوة مهمة إلنا، الاتحاد شخص يسوع المسيح. هدف إنه هو يمتلكنا. احنا بعقلنا البشري بنفتكر ان احنا نمتلك الله، الله ما نقدرش نمتلكه، هو بيمتلكنا. والنهارده باتحادنا مع يسوع المسيح في مكان هو عايز يشع من خلالنا بوسط عالم مجروح، عالم متعب. لما ببص على اللي احنا كلنا عم نعيشه، لما بنسمع الاخبار بنسمع حاجات كتير بحياتنا المدنية، ممكن نعيش قلق وتعب، ظروف صعبة. لكن العلاقة بشخص يسوع المسيح هي علاقة من القلب الى القلب، هي علاقة لازم تكون عميقة مش سطحية. لازم نخش بعلاقة عميقة مع يسوع المسيح عشان نسمح له هو يكون عم بيشهد من خلالنا، هو يشتغل ويدي من خلالنا. احنا مهما عملنا نعمل خطأ كبشر، بس قد ما احنا نديله فرصة انه يستعملنا في حاجة تانية ممكن تتغير وتتحول بعالمنا. مين منا النهاردة مش محتاج يلمس نعمة ربنا؟ كلنا، بس كلنا تقريبا زي حمار أورشليم لحامل يسوع. كل الناس عم بتسقف، هو فاكر انه عم بيسقفوا له، بس هو ناسي انه حامل يسوع. احنا النهاردة عندنا نعمة انه عارفين انه حاملين يسوع. انا بعتبر نفسي زيه، بحمل يسوع وبمشي. مرة عمرة تعلمت انه اذا حد قال لي برافو أو سقف لي، قل له لمجدك يا رب مش مجدي أنا، ما أقدرش أمتلك مجد الرب ليا. والنهاردة بالإنجيل اللي سمعناه، الرب زي ما أقام لعازر عايز يقول لنا النهاردة لكل واحد مننا، كل واحد، وكل واحد مننا يوصل الكلمة لغيره، عم بيطلب مننا نخرج من قبورنا. كتير أيام احنا بندفن نفسنا بمشاكل، بمشاكلنا نقفل على نفسنا، بس نقفل على نفسنا دي المصيبة. سورتي دو فوتومبو، خرجوا من قبوركم. اللفائف اللي لفة حول عازر هم الخطايا اللي لفين حوالينا. يسوع خرج لعازر، خرج واللفائف عليه، قال لهم فكوه. احنا عندنا دعوة انه نساعد بعضنا البعض انه ما نخطيش، نفك اللفائف دي عشان نكون دايما شهود للقيامة، شهود للحياة. وعندنا شخص مميز بإنجيلنا النهاردة، هي مريم أخت مرتا. مريم أخت مرتا اللي هي غسلت رجلين يسوع ومسحتهم بشعرها، هي نفسها قاعدة مصغية ليسوع. وفي دعوة إلنا
نعرف نقعد زي مريم نصغي، نقعد عند أقدام يسوع كل يوم نصغي إلى كلامه، وكلامه حنصغي إليه من خلال قراءتنا بالإنجيل. وعشان كده أنا بجرب كل يوم أبعت، ما عرفش اللي عندي رقمه ببعت له كلمة من الإنجيل عشان كلمة ربنا تنزرع بحياتنا. لما نقدرش نمشي لقدام إذا ما عندناش كلمة الرب هي اللي عم بتنمينا من جوه. النهاردة الكلمة دي حتلمس قلبي، بكرة حتلمس قلب تاني حد تاني. وأنا بيجيني اتصالات من ناس مختلفة بأيام مختلفة يقولوا لي النهاردة كنت محتاج أسمع الكلمة دي. وكل واحد مننا لازم يدي يوصل كلمة الرب للآخر، بس محتاجين زي مريم نقعد عند أقدام يسوع ونسمع له. لما بنسمع كلمة الرب في نعمة، نعمة حضور الكلمة بقلوبنا، ودي نعمة مش لازم نستهون فيها، مش لازم نفرط فيها، لازم نستثمرها وندخل نساعد غيرنا يكون عنده النعمة دي كمان. مريم لما اجت قعدت عند أقدام يسوع قعدت بكل أنوثتها بكل إنسانيتها، ولما مسحت رجلين يسوع كان في مع الإيمان كان في حركة، أكت قامت بحركة بخطوة كانت مهمة لإنسانيتها. النهاردة إيه الخطوة اللي حنعملها بالأسبوع العظيم؟ هنخش بالأسبوع العظيم. كل واحد مننا لازم يختار الخطوة اللي حيعملها عشان يسمح للرب يسوع ياخد مكان أكبر بحياته. كل واحد لازم يفكر، لأنه ما فيش اثنين حياخدوا نفس القرار. نفس البيت أربع أشخاص حيطلع أربع قرارات، لأنه كل شخص هو فريد بعيون الرب. أنا أخذت قرار مثلا أغفر، دي خطوة لازم أشتغل على نفسي حتى لو مش قادر لازم أعملها. أخذت القرار أخدم، لازم أقوم أعمل خطوة خدمة. مش مهم نعمل حاجات كتير، مهم نعمل حاجات حاجة واحدة بس نعملها مظبوط. النهاردة ما بيكفيش إنه نقول يا رب أنا أؤمن بيك، إيمان فقط لا يكفي. الله بنص الصيام كان عندنا أحد الصليب، الله حب العالم في محل قدام. تعالوا قدام قولوا له تفضلوا. الله حب العالم، عمل ايه؟ بعت ابنه الوحيد. ابنه الوحيد حب العالم، عمل ايه؟ بذل نفسه على الصليب، ومن على الصليب قد ما حبنا غفر. لما منبص ازاي تصرف الله الاب، ازاي تصرف الابن، نتعلم ازاي احنا بدورنا لازم نتصرف. الاسبوع العظيم ده لازم يكون عظيم بحياتنا، لازم يكون في خطوة نعملها مش عادية، لازم يكون في زي ما نقول قفزة نوعية بحياتنا الروحية، ولازم كلمة ربنا تاخد مكان وتكون ركيزة قاعدة بحياتنا، عشان من بعد الأسبوع العظيم حنعلن المسيح قام حقا قام. وبس لازم الناس تشوف أول حاجة ببيتنا بعدين بره، ناس تشوف إنه الإنسان ده في حاجة تغيرت، في حاجة حلوة حصلت بحياته.
بالدعوة هل سندخل بصمت تأملي مع مريم بالأسبوع العظيم؟ أنا بدعو يعني الدعوة بتاعتي إنه كلنا نخش بصمت تأملي ونسمع نصغي إلى كلمة الرب.